وسهلا فيكم، معكم باسل كيلاني من تاكس بارتس. معي اليوم ضيف ديستنجويشد بعالم الريادة والانتربرنورشيب في اليو اس، رامي أديب. Rami is a very accomplished entrepreneur. He's been living in the US for quite some time, and now حالياً بيشتغل على a hot startup, the accelerator, a small rocket space. مش حكيت كثير عن رامي لأنه بدي إياه يبلش ب maybe a brief about himself ويحكي لنا شوي عن حياته والaccomplishments اللي وصلها ومore على الcompanies اللي يشتغل فيها. فرامي I'll leave the floor for you. Thanks, Basil. رامي أديب من مصر، اتولدت ونشأت وطبعا رعت في مصر لحد ما كان عندي حوالي 16 سنة، وتعلمت ازاي برمج في مصر. اتعلمت او كان حبي للكمبيوتر ابتدى من وانا صغير. كان بابا بيشتغل في الجيش وكان ساعات بروح معاه الشغل ويبقى عنده كمبيوترز هناك وممكن نقعد نلعب عليها ونتعلم على MS-DOS. بعدين جيت امريكا وانا عندي 16 سنة وتعلمت كمبيوتر ساينس هنا في هارفارد، وبعدين خدت ان ام بي اي من ستانفورد. البروفيشنال باك جراوند بتاعتي ابتدت بعد الكوليدج. اشتغلت في ستارت اب هنا في سان فرانسيسكو اسمها تيلمي نتوركس، وتيلمي كانت ستارت اب في تقنيه الصوت. اشتغلت هناك 7 سنين وبنينا الشركه من مجرد 3 4 أو 10 15 واحد في جراج لحد ما كنا 300 انجينير، ومايكروسوفت اشترت الشركة سنة 2007. وبعد كده اشتغلت في الفينشر كابيتال او في الاستثمار الريادي لمدة 2 سنين، وبعدين قررت اسيب الاستثمار وارجع تاني للستارت اب اني ابني برودكتس لان ده الفاشن بتاعي، وابتديت شركة سنيبت وبقالي فيها حوالي 6 شهور. ممتاز. نرجع على مجال الاستثمار. اشتغلت ب يعني اكثر شركات مشهورة بمجال الانفستمنت خاصة فينشرز. تحكينا شوي عن شغلك معهم وكيف كانت وكيف كيف هم اكشلي توصلوا لك، كيف انت اشتغلت معهم. قصه شغلي مع كوسلا فينتشرز لذيذه قوي. انا رحت كوسلا فينتشرز وما كنتش عايز اشتغل في الاستثمار، انا كنت عايز افتح شركه، لكن اتكلمت معاهم وكل ما اتكلمت معاهم كل ما كان ليهم رغبه في اني اشتغل معاهم في الاستثمار. وبالفعل اتكلمت معهم كتير وقالوا لي طب ما تيجي وتشتغل معانا تبقى بارتنر في الشركه وتستخدم الباك جراوند بتاعتك في انك تبني شركات في مجال الاستثمار. التجربه كانت رائعه جدا لانها علمتني ازاي الانفستور، ايه اللي الانفستور بيدور عليه. والانفستور بيدور على 3 حاجات في ستارت اب. الستارت اب بتاعت الفينشر بتبقى حاجه صغيره جدا، مجرد 3 4 ومعهم فكره. فمش مهم الماركت قد ايه، what matters most، اهم حاجه التيم، اهم حاجه انت ايه مقدرتك، ايه قابليتك. والتيم دي او قابليتك دي فيها كذا شق. اول شق تكنيكال، هل انت عندك المقدره انك تبني برودكتس كويسه؟ بس تاني شق والاهم شق الليدرشيب، هل انت عندك هل انت مجرد عايز تعمل كل حاجه لوحدك؟ وطبعا احنا كل واحد فينا عنده الرغبه ان هو يعني اعملها لوحدي عشان اخلص. نعم سوبرمان. يا سوبرمان. لكن الحقيقه انت ما تقدرش تبني شركه لوحدك، انت لازم تبني حواليك تيم، لازم تعتمد على الاخرين وتبني حواليك، تحط لهم فيجن، تحط لهم رؤيه هم اكسايتد عليها، ومن خلال الرؤيه دي تقدر تبني تيم وتحقق حاجات اكتر بكتير جدا ما ممكن تحقق انت لوحدك. فالفينشر كابيتال بيبص على التيم، وبعد ما بيبص على التيم بيبص بقى على الماركت وعلى البرودكت. وفي حاجه لذيذه قوي الفينشر كابيتالز بيقولوها، بيقولوا ايه؟ عشان تبني شركه الريفينيو بتاعها مليون بنفس الصعوبه انك تبني شركه الريفينيو بتاعها 10 مليون، بنفس صعوبه انك تبني شركه الريفينيو بتاعها 100 مليون. What matters؟ الماركت. هل الماركت ده مجرد تبني شركه صعب جدا. فتراي تو ايدنتيفاي ا جود ماركت بحيث ان مجهودك ده يرجع يعود بريفينيو او يعود ببرودكت هيبقى ليه وايد يوزر بيز. مش على حد معين. بالظبط، مش على حد معين. وشغلك بخصلة فينتشرز، احكي لنا عن احتكاكك مع بنود خصلة وبيير لوموند وكيف كان شغلك معهم. بنود خصلة انا اشتغلت معاه 2 سنين. بنود خصلة هو الاسس سن مايكرو سيستمز، وبيير لوموند هو الاسس ناشونال سيمي كوندكتورز، هم من يعني مؤسسين سيليكون فالي. طبعا بيير لوموند عنده 82 سنة ولسه بيشتغل، راجل رائع. اتعلمت منهم حاجات كتير، بس يمكن اكتر حاجه اتعلمتها منهم
انك اهم حاجه لما يجي انتربرنور ويكلمك اهم حاجه ايه السؤال اللي انت هتساله. لما النهارده حد يديك فكره يقول لك انا عايز ابني مثلا شركه الفلانيه، انا ممكن اقعد انا عندي مثلا اجتماع مع البني ادم ده لمده ساعه او ساعتين، انا ممكن اقعد اسال اسئله كتير، طب هتعمل ده ازاي، هتعمل ده ازاي، هتعمل ده ازاي. بس الانفسترز اللي زي فينود بيبص للشركه بيفكر فيها بيقول المين ريسك هو الريسك ده، والريسك ده ممكن يكون حاجه من حاجات كتير، ممكن يكون هل في ماركت ولا مفيش ماركت، ممكن يكون تكنولوجي ريسك، هل فعلا ممكن تخلق برنامج يعمل الحاجه دي ولا ما ينفعش، ممكن يكون بزنس ديفلوبمنت ريسك، ممكن يكون حاجه اسمها كاستمر اكوزيشن ريسك، يعني هل انت ممكن تكون حاجه عندها 100 دولار بس عشان تبيعها محتاج راجل بيعمل سيلز هيكلفك 500 دولار يبقى انت ما عندكش بزنس. What matters انك تقعد وتسمع الفكره وتختار ايه السؤال هتساله ويكون سؤالك بالظبط على الريسك ده، وتركز كل الـ diligence process بتاعتك على انك to identify what is the main risk و try to address the risk. تاني حاجة تعلمتها منهم you have to think big. You have to think big. ممكن تخلق يعني هما فينود مثلا كان في البورد بتاعت جوجل، وجوجل ياهو كان عايزين يشتروهم بمليون دولار which in today's you know جوجل هارده 100 مليارات right. والفاوندرز ممكن يكونوا واحد مليون دولار يلاه فلوس كتير قوي، بيقول لا we can make this a billion dollar company instead of a million dollar company, let's think how can we make it bigger, let's aim very very high. فالcombination ده ما بين انك ask the right questions will be very very ambitious and have big aspirations are probably the two key learnings I got from them. وتحكينا كمان على maybe the biggest deals اللي اشتغلت عليها من خلال شغلك معهم. بتذكر في سكوير في جروب مي وناس تكنولوجيز او اي شركه ثانيه يعني مرت عليك المسهم تبعتها، تحكينا شوي عنهم. احنا اشتغلنا في سكوير. سكوير كانت سكوير دي شركه بتاعت جاك دورسي. جاك دورسي مؤسس تويتر ودلوقتي هو شغال في تويتر وفتح شركه ثانيه اسمها سكوير. سكوير دي قصتها لذيذه قوي. سكوير عشان يعني if you're not familiar with it هو جهاز بتحطه على التليفون يخليه اي واحد معاه ايفون يقدر يستقبل كريدت كارد بيمنتس واندرويد. هلا صارت واندرويد هلا انا يوزر يوزر سكوير. جاك دورسي جيم و هي بيتشت الايديا و it was nothing but an idea. لكن الايديا كانت very very ambitious, incredibly ambitious. Well, he was a very accomplished investor. He was asking for a very high valuation. يعني على idea. على just idea. And it was a big debate internally. Do you make an investment in like do you provide somebody who's $10 million for something up in the air? For something up in the air. And it was a tough decision. But so the partnership decided to do it because the idea was big and the entrepreneur was very accomplished. Well, the results today are amazing, are phenomenal. أنا برضو شغلت على GroupMe. GroupMe كان Group Text Messaging. It was in New York City. It got acquired by Skype a few months ago. ودلوقتي وأنا لسه رغم إن أنا بشتغل في Snippet full time دلوقتي and I still represent Coastal Ventures on a number of boards. فلسه في مجلس إدارة كذا شركة ومن ضمنهم NIST Technologies ومن ضمنهم CEO. هلا نتحول على مجال الـ Entrepreneurship الريادي. كيف طبعا غير موضوع اللي حكينا فيه قبل شوي اللي هو الكوميوت والمسافه للمكتب، ايش اللي خلاك تتخلى عن شغل كثير اكسايتنج ومحمس لترجع مجال البزنس وتفتح كومباني وهاسل اند بصل يعني تبني شركه من اول جديد؟ بص هو مجال الانفستمنت مجال طبعا very prestigious, brings tremendous prestige with tremendous influence و يعني it's almost a dream job. بس بصراحة I found إنك تبني startup is much more exciting. عارف الفرق ما بين تبقى coach وتبقى player. الفرق ما بين إنك تبقى واحد بيقول الناس المفروض تعملوا كذا تعملوا كذا versus do it yourself. It's a lot more exciting. It's a lot more exciting to build a company yourself. The other reason بصراحة اللي خلاني أفتح Snippet الريسك. أنا عندي بيج بليفر في كل مرحلة من عمرك ممكن تاخد ريسك معين. وأنت صغير ممكن تاخد ريسك كتير. بس إيه اللي هيحصل؟
almost go get any job you want. لكن لو انت متجوز وعندك اربع عيال وعندك مسؤوليات وكذا ده اصعب عليك شويه انك تاخد الريسك الكبيره دي. فانا كان عندي 32 سنه كنت بشتغل في شغله مريحه جدا لكن I'm not taking enough risks. يعني if I'm a venture capital I can never be the next Jack Dorsey or I could never be the next Mark Zuckerberg. So if I take some risks, do a startup, it may fail and that's okay. But if it succeeds, there's going to be a tremendous outcome. The third, I think, big factor بالنسبة لي إن كتير أوي ناس لما بتكلم على startup بيكلموا على إيه النهاية. Oh, will it succeed or will it fail? Will it be acquired or will it not get acquired? And they always forget about the journey. Well, it's really about the journey, not the destination. When you're in a startup, there is a tremendous amount of personal development you go through. It's, you're right, it's hustle and bustle. It's a lot of stress. Like simultaneously, there is, you're managing people. And that's managing people is a tremendous room for opportunity. نرفز على حد and then you learn the hard way المفروض تنرفز على حد لأن يعني it's short term gain like a long term loss. How do you recruit? How do you convince somebody to come work for you? How do you convince them of a vision? كل ده بيديك tremendous personal development. حتى لو شركة فشلت كليا انت هتطلع منها a much more developed individual, a much better well rounded individual than you were before. آخر وأهم سبب خلاني أسيب كوست لأن I got really excited about Snippet. حسيت إن في real market need for Snippet وكان نفسي جدا أحققه. و as an investor I could have hired a CEO و had built a company. I was like, let's just let me go do it myself. نحكي عن Snippet أكثر شوي، تحكي لنا شو الفكرة وهل هي فيها investment, bootstrapped, كم عدد الموظفين أو نحكي شوي عن المكان اللي إحنا فيه هلا كمان. Sure. القصة من ورا Snippet بسيطة قوي. Actually أثناء الثورة في مصر عيال كتير جدا صحابي من أمريكا كانوا بيقولوا لي رامي إيه رأيك في اللي بيحصل في مصر؟ وأنا كنت زي ما أنت أكيد متخيل يعني I was glued to my laptop طول النهار ببص على اليوتيوب وببص على كل الأرتيكلز بقرا الأخبار وبقرا every major possible news source. وصحابي were telling me رامي what's interesting if I started basically doing what everybody does I would share on Facebook, share on Twitter. So it was very frustrating. لي أنا مثلا يوم 25 يناير I posted عارف the most seminal call to the revolution it says يعني النهاردة كذا كذا 25 يناير it appeared on everyone's Facebook feed وبعدين في خلال سنة ساعتين ثلاثة it disappeared from the feed. مفيش permanence الحاجة بتختفي على Facebook أو على Twitter. المشكلة التانية أنا مثلا كل التويتر followers بتوعي كانوا ناس interested في entrepreneurship فما أقدرش فجأة all of a sudden فهمني الثورة هم يمكن هم مش مهتمين بس أنا مهتم. فأنا اكتشفت إنه طب دي يعني it was very frustrating. فا I took a step back and said طب أنا عايز إيه؟ أنا اللي نفسي فيه فعلا إني يبقى عندي مكان أقول أنا مهتم بحب مصر وبحب الانتربرنورشيب وبحب سان فرانسيسكو ويمكن بحب الكواد و here are well I'm constantly consuming content. Here are all the important links, the important pieces of videos, articles, images that I find and here's my opinion associated with each. And you can go to that page and تحس إنه زي ما يكون ألبوم في كل الحاجات اللي مهمة بالنسبة لرامي. Well, I can share it with the world. ودي الفكرة من ورا Snippet. We built, أنا سبت an investment who just built the original prototype myself with the help of another individual. Then after 3 months we had a prototype, we went and we raised funding. وبعد ما raised funding we built a team and now we're about 6 people. Excellent. And we have a few thousand users. A large number of them actually in the Middle East. Amazing. Well, the website is snip.it. snip.it. بما انه حكينا عن مصر تحكي لنا ايش هلا انطباعك على المجال الريادي بمصر و what do you think the direction are you bullish على الماركت بالميدل ايست والوطن العربي وايش رايك باللي عم يصير هلا بكل الانفستمنت كومبانيز وكل الستارت ابس عم تطلع؟ بص انا متفائل جدا ويمكن ده الميزه وده عيب بس متفائل لكذا سبب. أول سبب الجيل الصغير اللي في مصر عنده إكسبوجر على الميديا غير طبيعي. فهمني أنت مصر was the fourth most popular country on Facebook سنة 2008. يعني إحنا مش مجرد بس بالمواكب العصر. We're almost ahead in our use of technology relative to many other countries of the same socioeconomic status. إحنا طبعاً behind شوية في innovation in technology بس people get it. والجيل الجديد is
absolutely against social media ويستخدمها باسلوب حتى الغربي بيستخدمها باسلوب مختلف we're innovating in our use of the social media. دي حاجه بتخليني متفائل. وكل ما I think بقى في توعيه شويه على الغرب بصراحه احنا الكالتشر بتاعنا في خوف من الفشل شويه لان في احنا الكالتشر بتاعنا كالتشر ريتش جدا والكوميونتي فيه او المجتمع فيه مترابط جدا لكن احد ودي حاجه حلوه لكن احد العواقب الوخيمه ده ان انت بتخاف قوي على شكلك قدام الاخرين ويمكن لو فتحت شركه ومش اشتغلتش يبقى شكلي قدام الناس لكن ده بيبدا يتغير النهارده فكره الرياده بقت مختلفه في اول الشباب وشباب كتير نفسه يكافح يعمل حاجه مختلفه. تالت حاجه برضو بتخليني متحمس جدا لو فكرت في الربيع العربي سيبك من التاثيرات السياسيه والتاثيرات الجيوبوليتيكال بس احد نتائج الربيع العربي على الاقل قطعا في مصر ان الشباب حس ان ليه صوت الفرد الصغير حس ان بقى ليه اهميه يعني كنت بتكلم مثلا فاكر لما زمان في اول ثوره خالص في فبراير كنت بتكلم مثلا عن ماما وبابا في مصر يقولوا احنا مش عارفين كنا هننام ازاي من غير العيال اللي حابسين الشارع او احنا كنا يمكن او بابا مره كان بيقول لي احنا العيال الصغيرين عملوا حاجه احنا عمرنا ما كنا متخيلينها ممكن. فسيبك من كل البوليتيكال اوتكمز مجرد السنس اوف امباورمنت اللي الشاب بيحس بيه اي ثينك ده في رايي the most important outcome from the entire Arab Spring. حاب أسألك كيف الكوميونتي هون العربية هل بتحس إنه في كونكشن قوية مع الوطن العربي من مصر والأردن والعرب world at large؟ بعرف أنت كمان involved بالكوميونتي aspect بالفاوندر تبع الهارفارد عرب Alumni Association فما بعرف إيش رأيك بالكونكشن بين أو في bridge بين الوطن العربي والسيليكون فالي والUS at large كمان. I think the bridge ضعيف. I think the bridge ضعيف أو يعني interview استثناء a few other organizations لو قارنت يعني النتورك بتاعنا ما بين الصلة ما بين الArab community هنا في السيليكون فالي والArab community في الوطن العربي. لو قارنت ده بالإنديان كوميونتي أو الـ East European community أو Chinese community أو Israeli community very very weak. We absolutely lag behind now. It's improving. Mm-hmm. It's improving a lot. لكن it's just very very weak. طب كيف يعني إيش برأيك ممكن يعني ideas to encourage إنه نشتغل على الموضوع هذا إيش في عندك أفكار ممكن لإلنا إحنا كمان ولغيرنا يعني. Not to put you on the seat. No, I love it, Mahasan. I criticize something, now I have to come up with a solution. to be honest, هو يمكن الغلطة غلطتنا احنا. يعني ال... بس هو أول حاجة لازم يبقى في تواصل. أصل بص انت عايز تعمل تواصل لازم يبقى في incentive. Whatever incentive that is, سواء كان financial incentive أو كان self-expression أو كان self-fulfillment, لازم يبقى في incentives. ولازم in addition to incentive لازم يبقى في results. لازم نشوف results. TechWadi, which is an organization of Silicon Valley, has been doing a really good job. وسامح حسنين has been doing an amazing job trying to bring entrepreneurs from مصر لهنا. بس ال يعني one thing that could really help هو exchange programs. يعني ناس تيجي مصر هنا أو ناس تروح هنا لما مصر. بس do it regularly. كل شهرين كل ثلاث شهور يبقى في تواصل ده. تاني حاجة باستثناء ال exchange programs إنك تشوف الفرد I think we need to work better on communicating the results in the family إزاي لأن الناس get excited لما يحسوا إن الشغل بتاعهم ده بيوصل لنتيجة. فلما أقول إحنا السنة اللي فاتت كان عندنا 10 startups لكن النهارده عندنا 25 startups بفضل البرنامج ده. That gets people excited. That gets people excited. تالت حاجة I think we could really need is we should make it cool to work with people back home, mm-hmm. to work with people in Egypt. Yeah, you should make it the hip thing to do, the young thing to do, the fun thing to do. إحنا كويسين قوي في marketing. لو تبص على بتاعتنا في التلفزيون, we're just very creative. Now, let's not just make it, يعني إيه, oh, this is a tech entrepreneurial program, شايفين. Let's make it fun. Let's make it hip. Let's make it fun to be an entrepreneur. بصراحة, it's very high level. We'll have to think about it somewhere.
let's talk some more about this. احنا هلا I think the market بالميدل ايست والوطن العربي is on the verge of a big growth. So I think it's the best time للكل انه يشتغل عليها. وفي نهاية الشو بحب اشكرك كثير على استضافتك لنا اليوم، وطبعا نطلع انه نستضيفك بال near future ونحكي اكثر ان شاء الله بالمرة الجاية بنكون وصلنا some milestones نحكي عليها. ميرسي يا بنت. شكرا لك وتكون شاركت طبعا من كم من individual هلا نحكي عن hundreds of people. ان شاء الله يا بنت. شكرا. ميرسي يا بنت. شكرا.